ثورة 11 من فبراير عام 2011 ثورة الإجماع الوطني، فقد أجمع عليها كل شرائح المجتمع اليمني، وذلك من خلال إجماعهم على وثيقة الحوار الوطني التي هي إنتاج من ثورة 11 فبراير. وكذلك نقدر نقول أن ثورة 11 فبراير عام 2011 أنها ثورة الإجماع العربي، فلأول مرة، يعني مش لأول مرة، وإنما هي الثورة الوحيدة التي وقف إلى جانبها دول مجلس التعاون الخليجي ورعوها ورعوا انتقالها السلمي، ثم عندما رأوها في خطر من الإنقلابيين الحوثيين الإيرانيين المدعوم من إيران تدخلوا عسكريا، وهذا يعني يعطي لهذه الثورة زخمها ويعطي لها بعدها المحلي والإقليمي والدولي. نحن القيادة السياسية بالذكرى السابعة لثورة فبراير المجيدة، هذه الثورة الشبابية السلمية التي كان هدفها الرئيسي هو تحقيق أهداف ثورة 14 من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر، الثورة السلمية التي كان من أهم أهدافها هو إقامة دولة مدنية يحظى الجميع فيها بالتساوي واحترام النظام والقانون، وكذلك التداول السلمي للسلطة. ثورة الشباب السلمية الذي حافظت على النسيج اليمني بجميع ما تحتاج من هذه الأشياء، عبارة ترك العنصرية والطائفية والسلالية والمذهبية، وأصبح الشعب اليمني عبارة عن جزء واحد من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. هذه الثورة يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها وندافع عليها. يوم مبارك ذكرى ثورة فبراير التي تكمل ما بدأه الثوار من 48 و26 سبتمبر و14 أكتوبر، هذه الثورة التي هدفها إقامة دولة مؤسسات، وعلى الشباب أن يواصلوا ولا يتوقفوا، وأن يرفضوا كل تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج إطار الداخل وزارة الداخلية أو وزارة دفاع ورئاسة الأركان، وكذلك أي مجالس سياسية خارج إطار مؤسسات دولة الرسمية أو مجالس قضائية، وعليهم أن يواصلوا ولا يتوقفوا بسبب العراقيل التي يضعها الإنقلابيون في طريقهم، فهم قد يعملون بعض العراقيل لتخفيف السرعة، لكنهم لن يوقفوا مسيرة التغيير، عليهم أن يمضوا إلى الأمام وألا يتوقفوا. 11 من فبراير يوم تاريخي في قلوب كل اليمنيين، هو اليوم الذي تحركت فيه عقلة التغيير نحو بناء يمن جديد، نحو مستقبل أفضل يحلم به كل الشباب. هو اليوم الذي أراد به الجميع القضاء على الطغيان والاستبداد والجبروت بكل أطيافه وألوانه وأشكاله، ونحن اليوم نعيش الذكرى السابعة للحادي عشر من فبراير في ظل تقدم كبير للجيش الوطني وتحقيق مكاسب كبيرة على أرض الواقع للوصول لتحرير اليمن من السلالة المقيتة التي أرادت أن تدمر هذا الوطن وأن تتجه بنا إلى الوراء أو تعيدنا إلى الوراء أكثر من 200 عام إلى الخلف. الشباب صامدون، ثوار الحادي عشر من فبراير ما زالوا مرابطين في جبهات القتال، في ميادين العلم، في ميادين العزة، في ميادين البطولة، في ميادين النهضة، الذي تتمثل فيه وتتجسد فيه روح التضحية لدى الشعب اليمني وتوقيه للحرية وللنمو والتطور. تمر سبعة أعوام من ثورة 11 فبراير التي ضحى من أجلها الشعب حتى ينتقلوا من عصر العشوائية والغوغائية والنظام إلى عصر النظام والتضحية، ولن ينال ذلك إلا بالتضحية. ضحى الشباب كثيرا وضحى الشعب اليمني كثيرا من أجل أن ننال حريتنا، ولا بد أن نصل بإذن الله عز وجل إلى نهاية المشوار. من يوم 2011 إلى الآن لازلنا في إكمال 2011 وفي 11 فبراير، وسنكملها حتى نصل إلى أهداف 11 فبراير إن شاء الله.